عشان كده لازم نبص على الجداول ويجي نعمل هنا مثلا خالد 20 إضافة المستخدمين. لازم نعمل فلتر يبص على المستخدم اللي احنا عملناه ده ويبص على اسم المستخدم اللي هيتكتب هنا في تكست 3 في اد يوزر. يبقى نعمل كريتيريا على اد يوزر تكست 3. كده هيبص الكتابة اللي هنا هل مطابق من هنا ولا لا. لو مطابق يبقى الجدول موجود واحد، ساعتها هنعمل دي لوك اب عليه. هنشوف الكود اللي هو دي لوك اب اهو او دي كاونت. هنخليها هنا دلوقتي. هنجيب اللي هو الدي كاونت، هو نفس الكود بالظبط اهي. يبقى احنا كده عملنا التصفية. دوت بيشوف الاتنين، بيشوف الكتابة اللي اتكتبت هنا وبيشوف اللي ايه، هل في تطابق في الجدول الموجود عنده ولا لا. وهنا دور الديكاونت مساعد، مساعد على الكويري 1. كويري 1 يشوف المعلومة وصلت لحد فين، هل في حد موجود بالاسم ده ولا لا. يبقى نقف عليه كده اهو. هنعمل بقى الايه دي كاونت. اهو هناخد الكود ده دي كاونت، فهو ده معانا ثابت لحد هنا ثابت. الحته بس دي اللي هتتغير، يعني ده متغير وده متغير. هنا بنكتب اسم الجدول اللي هو الكويري اللي احنا صفيناه كويري، وهنا اي عمود في الكويري 1 عشان كده هيعد الأعمدة يوزر. فبناخد الكلام دوت وهنعمله هنا في التكست بوكس هنرميه. بص هنا بقى هنشوف ايه اللي بيحصل. هنا مديني صفر، بس احنا هنا دلوقتي لو كتبنا كلمة خالد مع ان خالد ده موجود هيديني برضك صفر. ليه صفر؟ عشان المفروض بعد ما نكتب الكلمة دي نعمل عملية تحديث للمربع ده. تحديث يعني نعمل هنا نعرف الأول التكست بوكس ده بتساوي كام. التكست 25. ناخد التكست 25 بعد التحديث هنقف عليها، اللي هو الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه بعد التحديث اللي هو افتر ابديت. هنخش على كود بيلدر مي دوت التكست 25 دوت. هنكتب بس حرف الار هيظهر معانا كده ايه الكويري دي هنختارها. معنى كده اللي احنا بنيجي نضيف المستخدم، نيجي نكتب كلمة خالد
ونيجي نخش على الخانة التانية، لقط معانا واحد، لقط معانا واحد. دي أول جزئية. واحد دي بقى هنبدأ نعمل إيه عليها رسائل. بس إحنا كده هنحصر كده، حصرنا واحد. هنبقى بس هنا زرار، وهنا اللي هو التسجيل. التسجيل نفس الكلام ونفس النهج اللي احنا عملناه على اسم المستخدم، هنعمله هنا على الايه، على الرقم لا هو اسم المستخدم فقط، اسم المستخدم فقط. اسم المستخدم فقط. فاحنا كده هنضطر نعمل رسالة تحذيرية، لو في حالة لو هنا بتساوي واحد بإيه؟ ما يقدرش يقتل عملية التسجيل، ما يعملش عملية التسجيل. طب دلوقتي احنا أول حاجة بنعملها، ما ينفعش يبقى فيه البيانات دي فارغة، لازم يكون على الأقل في بيانات تتكتب. يبقى هنعمل أول كود معانا اللي هو اف از نان، لو المربع فارغ. اف از نان ادي الكود تاني، أصبح المتغير الوحيد هو ده، ده المتغير حسب التكست بوكس اسمه ايه. يبقى اف لو از يكون فراغ، اللي هي الجزئية اللي هي ديت، هتعمل ايه؟ ايه اللي ممكن يتعمل؟ فاحنا هنا هنعمل، هننشئ رسالة. لازم ننشئ الرسالة الأول، ننشئ الرسالة الأول وهي تكست بوكس فورم صغير كده. هننزل هنا، هنخلي دي طبعا نل عشان نشيل الجزء اللي فوق المكتوب عليه اكسبت، وهنا هنشيل الحدود اللي احنا عملناها قبل كده هنا، الجزء ده والجزء ده، وهنخليه في المنتصف في الاوتو سنتر بتساوي يس، وهنخليه هنا بوب اب يعني يطلع بنفس حجمه الصغير. وهنا هنكتب كلمة كده اهو، يرجى ملء جميع البيانات، يرجى ملء جميع البيانات. هنيجي هنا هنعمل عملية تلوينة بسيطة كده، وهنيجي هنا نفس الكلام، وهنيجي هنا نخلي الكلام ده في المنتصف، وهنخلي الكلام ده الأبيض، وهن إيه هنتقله. وهنا بقى اسم الفورم واحد، فورم واحد. لما يظهر معانا هيظهر معانا طبعا بالشكل ده، يظهر بالشكل ده. بس احنا هنا دلوقتي هنا عايزين يتعمل عملية إخفاء بعد ثانية. بعد ثانية بالظبط بنخش هنا عند حاجة اسمها تايمر. التايمر ده بنكتب هنا 1000، 1000 دي يعني ثانية، 1000 دي يعني ثانية. يعني لو انت عملت 500 بيبقى نص ثانية، لو عملت مثلا 3 يبقى جزء من الثانية، بسيط جدا يعني. طب ايه هو اللي يحصل في الاون تايمر؟ انت عايز ايه من الاون تايمر؟ هنخش هنعمل حاجة اسمها ماكو، عادي بسيطة جدا ماكو. هنقول هنا اقفل نفسك كلوز ويندوز، تعالى كده نشوفها. يعني أول ما تظهر اقفل نفسك، أول ما يظهر اقفل نفسك، وهكذا. يبقى احنا كده هنخش على دفتر المستخدمين، هنقول اول حاجه عندي تسجيل، عندي تسجيل طبعا، هنخلي دي علامه الجدل تظهر نفس الكلام هنا. عند الضغط على اون كليك في المكان ده، اول حاجه تشوفها الكود ده اللي هو if is not. if is null، انهي is null؟ اللي هو الاول واحد، ثلاثة تكست، ثلاثة
يعني لو تلاتة ده فارغ، لو تلاتة ده فارغ، ايه اللي ممكن يتعمل؟ هنفتح رسالة، هي هنفتح النموذج اللي احنا لسه ناشئينه دلوقتي، هنفتح النموذج اللي احنا لسه ناشئينه دلوقتي، وهو نموذج رقم واحد، فورم واحد. فورم واحد else end if، صح كده؟ لا احنا بقى عايزين نخليه يكمل تاني، يعني حتى لو شاف حاجة تاني هنيجي عند ال if كده، هناخدها نسخة ونيجي عند ال else ونرميها تاني، else if يعني لو شفت حاجة تانية. وليكن ده برضو أيضا فارغ، نفس الشيء ونفس النموذج اللي هيطلع برضو. بعد كده هناخد مرة أخرى نسخ، هننزل تحت لو شفت حاجة تالتة وهو التكست 19. التكست 19 يعني اي حاجه من الثلاثه ده فارغ، فارغ اديني رساله، كتبت هنا كلام هيديني رساله، لازم تملى الثلاث حاجات، لازم تملى الثلاث حاجات عشان ما يمليش الرساله دي. دي اول جزئيه. الجزء الثاني وهو في حاله اللي هو تمام، الدنيا حلوه، ما فيش كل البيانات مايله، هنصدر البيانات دي لجدول جديد، لكن احنا قبل التصدير احنا اتفقنا لو هنا بتساوي واحد يعني في تكرار في الاسم المستخدم ما ينفعش يبقى اتكرر، ساعتها هنعمل رسالة أخرى، هنعمل رسالة أخرى هنصممها، هتبقى فورم، هتبقى فورم اتنين. هتبقى هنا فورم اتنين. فورم اتنين دي بتقول ايه بقى؟ بتقول يا سيدي يوجد اسم المستخدم غير متاح، اسم المستخدم غير متاح، غير متاح، اسم المستخدم غير متاح. هنيجي على التسجيل ونضيف الكود اللي هنقول عليه. لو تكست بوكس ده 25 بتساوي واحد هيطلع لك الرسالة دي. هخش على كليك else if برضو، بس هنشيل كلمة null، هنشيل الكلمة دي. if تكست 25 بتساوي واحد زين، افتح لي الخانة التانية. هنيجي هنا هيقول لك هنا في فريق ابن الفريق، كتبنا مثلا أحمد، هيقول لك في فاروق برضو ابن البنات التانية 20، وهنا رقم، وهنا أحمد محمد، أحمد محمد. هيقول لك بقى هنا اسم المستخدم غير متاح. طب ليه اختار اسم المستخدم غير متاح في كمرحله ثالثه ما ظهرتش في الاول ليه؟ لا احنا هنا بيمشي طبقا للترتيب، هنا اضافه الكود الاضافي هنا بيمشي على الترتيب، بيمشي على الترتيب، خدها شاف هنا الاول، على بص هنا الاول، بعد كده اي لا دي، وقال لك الاسم المستخدم غير متاح. يبقى النقطة التانية ومهمة جدا 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 اللي هو الحاجات دي لازم تختفى، ما يبقاش ظاهرة للمستخدم. يبقى هنا هخش عند كلمة قول وهخش على فيسبوك ويساوي ايه؟ بتساوي نو، بتساوي نو.